خلص بقى تعدي على جبالنا، جبوا قيل بيت الله. هيدا جبل لبنان، إذا بيت الله عم نعمل فيه هيك. صرنا من الـ94 ونحن بدعاوى قضائية، ورجعنا بالـ2008 وبالـ2014 ونحن اليوم مكملين المسار وما رح نستسلم. وهون البلدية صارت أمام اثنين، يعني ما بين نظرة تحافظ على جيس الحجر وهي ضرورية ولازم نشتغل عليها، وما بين نظرة تانية مستثمر ولازم كمان نحافظ عليه بمنطقة سياحية، وبتعرفي انه وين صرنا نحن بموضوع السياحة، يعني ما نعمل هالبالانس بين اثنين. هيدا الجسر ما في نقاش عليه، هو مصنف عالميا أثار عالمي، يعني في قوانين عالمية بدنا نطبقها، ما بدأ يعني اثنين يحكوا فيها. وفي قوانين بلبنان كتير مهمة، منهم الـ130 اللي بيرعى المحميات، وهيدا من المحميات الأثرية، وفي قانون الـ444. يعني ما بدأ كتير فلسفة القصة، القصة بدأ تطبيق قوانين. بدي أسأل السؤال، هل يا ترى مشروع مثل هيدا كان مشي بمنطقة مثل الشوف مثلا؟ بدي أسأل انه ليش مشي حلال هون بمنطقه عرفوا حافظوا على بيئتهم ولا معالمهم الاثريه والبيئيه؟ وانا مع انه يكون في لجنه، بس مش نقول لجنه ويمشي المشروع، المشروع بده يوقف اليوم. كمان بدنا نشكر مدعي العام البيئي يلي وقف الاشغال. تنين لازم نكفي هيدا المشوار، نكفي عند التنظيم المدني الرئيس علي رمضان يلي لازم هو يطلع بقرار وبالمجلس الأعلى للتنظيم المدني، ومع وزارة البيئة مع وزارة الطاقة لها دور.